انا احباب نطلب من الله القدير انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وعافيه جيده ان شاء الله. في هذا الفيديو هذا غادي نتكلم على واحد المساله اللي ربما العديد ديال الاخوان وقعت لهم هذه المساله هذه ديال انه تسكاد لك البيرميس والسيجور ديالك وانتيا في البلاد. يعني الناس ما تعرفوش اش غادي يديروا، يعني سال لي البيرميس واش غادي نبقى في البلاد، ما يمكنش لي انني نعاود نرجع مثلا لايطاليا. اللي كاين اخوتي هو انه يعني ممكن انسان يرجع يعني لايطاليا بدون مشاكل، فقط يعني داك البيرميسو سيجورنو ما يكونش كذلك بواحد يعني الصلاحيه ديالو ما تكونش سالات بواحد شهرين. الا فات شهرين مساله صعيبه تحتاج الامر تحتاج بزاف ديال الحوايج اخرى، المهم غادي نشرحها لكم. المهم ما تكونش فات يعني شهرين على سكادينس ديال هذاك البيرميسو سيجورنو، ممكن انك تمشي للقنصليه وممكن انك كذلك دير طلب ديال فيزا ديال التاشيره انك باش تجي لهنا لايطاليا باش دير الرينوفو ديال داك بيرميس سجورنو ديالك. غير هي بطبيعه الحال حاجه مهمه بزاف خصو يعرف الانسان، الناس اللي خدامين ولا اللي عندهم تجمع عائلي او شيء من هذا القبيل مثلا، تكون عندكم الوثائق اللي تثبت هذه المسائل هذه. الانسان يدي معاه داك الخدام، يدي معاه الكونترات ديال الخدمه، تكون معاه الكونترات ديال الخدمه ديالو في المغرب فاش غادي يسافر مثلا البلد ديالو المغرب ولا اي بلد، يعني استرانيري اي استرانيري وقع عليه المشكل خاص تكون معاه في البلد ديالو فاش غادي يمشي يطلب التاشيره، تكون معاه مثلا الورق ديال الخدمه او التجمع العائلي، عنده شي اوراق تثبت الامكانيات الماديه ديالو بانه راه فعلا عايش يعني في ايطاليا وباقي عايش في ايطاليا. هادشي غادي يطلبوه لك يعني في السفاره. كذلك السفاره تدفع هاد الطلب تاهي كذلك الكويسوره ديال المنطقه اللي نتايا مقيم فيها وتتسناو يعني الموافقه ديال الكويسوره، يعني الكويسوره تيديروا البحث ديالهم الا لقاو شي حاجه ماشي هذيك، يعني راه ممكن الله يسر ممكن يرفضوا الانسان انه ياخذ تاشيره باش يرجع لايطاليا. يعني الانسان ما خصو يكون ينقي بطبيعه الحال، وكاين ديك الاوراق اللي عطاهم في السفاره في القنصليه سمحوا لي ديال الايطاليه اللي كاينه في البلد ديالو، ديك الاوراق خصها تكون صحيحه بصح النيت، وداك عقد العمل خصو يكون نيت بصح كاين، وراه ما كاين حتى شي مشكل ممكن انه يحصل يعني على تاشيره باش انه يرجع لايطاليا. كنت قلت لكم على انه يعني لفات شهرين مساله صعيبه. لفات شهرين اش يولي خاص؟ تيولي خاص ان الانسان يثبت بانه يعني ربما كان مريض، تعرض لشي حادثه مثلا، كان هو مريض او شي واحد من العائله ديالو الوالدين ديالو مثلا شي واحد مرض بزاف وما كاينش اللي غادي يقابلو كذلك، او في حاله مثلا يعني يكون هذا الانسان مشى دار يعني الخدمه العسكريه. هادو هما جوج ديال الحالات، يعني المرض او الخدمه العسكريه اللي ممكن بطبيعه الحال خصك تجيب الاوراق الاثبات اللي تثبت هذه المسائل هذه، ودفع حتى هما كذلك في الطلب ديالك في القنصليه الايطاليه باش تاخذ تاشيره فيزا باش تجي لهنايا لايطاليا. ضروري من هذه المساله، يعني الا فات شهرين تولي خاصه هذه المساله، يعني قبل من شهرين راه ما كاين حتى شي مشكل، يعني ممكن الانسان انه يطلب يعني التاشيره ديالو بدون حتى شي مشكل. من الله يعني انه تكون افاده في هذا الفيديو هذا بخصوص الناس يعني اللي سكاد عليهم البيرميس سجورنو ديالهم وهما في البلد ديالهم. نتلاقى معكم في فيديو اخر ان شاء الله، ما تحرموناش من الدعم ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.